هون كمان؟ هدول هني. شكرا كثير. ديلان مرني، شو وضع غورخان؟ شو قصدك بوضعه؟ يعني اخلاصه مثلا للشركة ولإلنا. انت واحدة منا، فهمانة قصدي؟ علاقته ببولات ممتازة. فهمت، شكرا. خالو باران، خالو كيفك؟ شو أخبارك ديلان؟ ماشي الحال نازان، مبسوطة هون بالشغل. كنا عند دكتور العيون، قلنا لحالنا منمر على خالو وإجينا. عملته منيح. ماما ممكن نروح لعند خالة ديلان؟ عندها شغل خالة ديلان، لا تعطلها حبيبي. اتركيه يروح، روح تعال. خالو تعال باران. منيح، يلا. بتشرب عصير فواكه؟ بشرب. عدي أختي، أهلا وسهلا. أهلا فيك. وهي تعبانة؟ أختي خلينا نشتري لك سيارة. سيارة؟ عنا سيارة. هي غير، لازم نطلع شهادة وناخد لك سيارة خاصة بتطلع فيها مشاوير وبتعملي جو خاص لإلك. حبيبي أنا ما بقدر أطلع ودور لحالي، ما تربيت هيك، هاي شغلة تتششك. بلشت تلبس وتتزين كتير. وشو فيها هي؟ أنا كل خوفي تكون عم تحاول تجذب إعجاب حدا. لا تشتغلي بالمسكين. هلا تشيشك مسكينة؟ أختي قيمك هلا من سيرة تشيشك وتطلعي على حالك، مو حرام عليكي؟ عايشة وكأنه حياتك انتهت. ليش ما انتهت؟ ليش لا تنتهي؟ لساتك بأول عمرك. بيحكوا علي جواد، ما بقدر. بعدين أنا اللي بيحكي عليكي يجي جابهني لإلي، مفهوم؟ مثل ما عم بحمي تشيشك من أمي فيني أحميكي إلك كمان. ماشي؟ اتفقنا؟ لا بقى تسكري على حالك الباب، على الأقل تعي لهون. وشو بدي أعمل هون؟ منلاقي لك شغلة. أستاذ سواش جو ضيوفك. مرحبا. مرحبا، تفضلوا. تفضلوا، أهلا وسهلا. بتمنى ما نكون أزعجناكم. بتشرفوا، ما في إزعاج أبدا. مرحبا. أختي نازان، الأستاذ بورا. مرحبا. مرحبا، أهلين. جايين مشان الدعاية تبعنا. تشرفت بمعرفتك ست نازان. وأنا كمان. ماما إمتى بدنا نروح؟ ابن أختي باران. مرحبا باران، الله يخلي لك يا دخيله ما أحلى. نحن رح نمشي سواش. ماشي، الشوفير برا. تمام، يلا نروح. يلا خالو، خاطركم. مع السلامة. مع السلامة. لكان تفضلوا على غرفة الاجتماعات.